واحد تبارك الله فاش يكون سارح يبدا يرد البال الغنم وما زدتش قدامه مشاو غادي يطلعوا غادي يقفوا تاني عند الغنم نشربها داك الخل ونتمنوا من الله يكون الخير. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خوتي فلاحة السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هم الاخوان الفلوق ديال اليوم الاخوان هو ان شاء الله يعني تستافدوا منا ونستافدوا منكم اللهم يسر. هاد الخروفة هادي يعني صراحة اليوم الخميس ما خرجوش كاع، يعني دابا عاد خرجتهم راه غادا هادي في الوسط، يعني حسيت بيها فاش خرجتها حسيت بيها ماشي هي هاديك الماكلة عندها كانت ناقصة شوية، فالتالي هذا مبقاش قاع تتاكل. و تنعس مسكينة وتبقى تتمرغ اللهم يسر. المهم يعني 100% شي حاجة مسكينة اللي تتوجعها، شي حاجة اللي عندها في الكرش. يعني عندي الخل هيباتوزيل في هاد الحالة هادي تنديرو لها الخل هيباتوزيل ومنصورو ونحطو لكم. المهم مازال دابا غادي نتبعها نشوفها فينا هي باش نصورها لكم. تتنعس مسكينة تبقى تتمرغ، هاي ديك راه انتم لاحظوها معايا اش كي دايره. يعني كما قلت لكم الاخوان في هذه الوقيته ديال الربيع تيكون شويه قليل الغنم ما تبغيش ترصع. هنا الاخوان هنا غير الخروف تبارك الله. المهم الاخوان كاين واحد 28 راس هنايا حتى نعزلها ان شاء الله وغادي نصورها ونصيفطها لكم. اللهم بارك هاد البركه هادي راه خديتها جوج ديال الثنيات هادو ولادهم والدين الذكوره 1400 درهم باش خديتهم اللهم يسر 1400 درهم باش خديتهم. المهم الاخوان شوفوا ديك الخروفه مسكينه حتى المشيه ديالها اش كي تدير، يعني راه فيها الوجع الله يدير الخير. مازال غادي ندور من الجهه الفوقانيه ها انتوما الشيء ها هي نسات. يعني صراحه ما عطيتها شي حاجه اللي زايده، داكشي اللي ملفتها تاكل عطيتو لها اليوم ما خرجوش كاع حتى العشيه خرجت. مسكينة ما كلات والو كاع هاد العشية هادي، عطيتهم فاش جيت من السوق عطيتهم غير واحد شوية ديال البال ديال التبن هو اللي زدتهم، فاش طلقتهم دابا يعني طلقو شوية رجليهم بانت ليا مسكينة ما عجباش الحال. يعني غادي ندوز لهم القدام باش نحصرهم، إلا خليتهم هكا ما غادي يوقفو حتى يوصلو للغابة، خروف ما تيرصاش تبارك الله. هادو هما دوك التنيات تاع الاخوان اللي شريت والدين ذكور، نديهم ان شاء الله نزيدهم على الغنم. هما هادو وليداتهم اللهم يسر الله يسخر. حنا الاخوان كيما قلت لكم كون ما زدتش قدامو مشاو غادي يطلعو غادي يوقفو تاني عند الغنم. الخروفه راه هي هاديك مسكينه راه ناعسه، يعني عندها شي تسمم معوي باينه فيها، وان شاء الله دابا فاش غادي نمشي للدار ان شاء الله غادي نشربها داك الخل ونتمنوا من الله يكون الخير. يعني كنصيحه الاخوان يعني اي واحد تبارك الله فاش يكون سارح يبدا يرد البال الغنم، يعني بحال اي تصرف تديرو
غير اعتيادي عرف راه شي حاجه ماشي هي هذيك. يعني كنت تشوف الغنم تجري حتى غير واحد النعجه الا كانت عندك ديما تكون سابقه هي الاولى، ولا خروف هو الاول في العلف هو الاول في الطريق، لقيتي تبدل عليه الحال ما بقى معطل عرف راه شي حاجه تمايا. ان شاء الله الاخوان في واحد الفيديو غنحط لكم بالنسبه للتافوره هذه اللي كاينه في الوجه، هذه النقطه البيضاء اللي كاينه في هذا الخروف في الوجه، نديروا شي فيديو عليها ان شاء الله. المهم هنا الاخوان كاينه 29 خروف، ان شاء الله غادي نديروا فيديو ديالها نعرضوها للبيع اللهم يسر. المهم الاخوان كما قلنا لكم كاينه 29 خروف، ان شاء الله غادي نحطها في فيديو بوحديتها اللهم يسر. واللي شاف الفيديو بغى الاخوان نعزلها ونصورها ونصيفطها ليه اللهم يسر. كاين فيها غير هاد البيض، هاد الحمر ما معاهمش، هاد الحمر ما معاهمش. كاين هنايا ثلاثه هادو هاد البويض، المهم هاد البويض كاع كاملين تبارك الله، هادو راه تقريبا كاملين اللي هنايا. تحياتي لكم تحياتي للجميع. بالنسبه للثمن الاخوان 1200 درهم باش قاطعينهم للبيع. خرفان تبارك الله فيهم خرفان رطب ملاح تبارك الله اللهم يسر. هاد الجويجات هادو راه مزيانين تبارك الله، هاد الخرفة مسكينة مازالا هانتوما متتاكلش كاع. المهم الاخوان نحط لكم التصويرة ديال الدواء اللي غادي نشربها ونتمناو من الله يكون خير، الله يدير الخير. هاد الحالة هادي صعيبة شوية، واللي عنده شي افادة الاخوان حط لنا في التعليق. تحياتي لكم. مسكين هاد النعسة اللي تدير غير طبيعي. هنا الاخوان هادو هما النعيجات تبارك الله اللهم بارك. نجات الاخوان غير تنيات، ان كان شويه ديال الضعف ولادو تبارك الله راه مازالين صغورين اللهم يسر. حتى النعجه طلعت شويه في الثمن الاخوان، يعني صراحه ديك الساعه ما كانت، كانت غير الضاره هي اللي كانت في السوق، كانت دايرة 950 900 ألف درهم، وبقات تطلع 1100 درهم. دابا راه تبارك الله راه تقريبا راه وصل 1650 درهم 1700 درهم لي والدها تذكر. بالنسبة للناس اللي شافوا معنا الفيديو ديال النهار ثلاث، راه تباعوا وحدين غير تنيات نيت خوت، هادو تباعوا ب 1650 درهم باش تباعوا فيهم كورا فيهم نتاوي، يعني مخلطين ماشي غير الدكورة. والله يسخر هذا ما نقولو، دعيو معنا الإخوان دعيو معنا دعيو معنا بالتسخير اللهم يسر. تبارك الله وما عاد جايين هنايا. المهم الاخوان ما سخيناش بكم، تحياتي لكم، تفاعلوا معنا في قناه الاخوان، خليو لنا البصمه ديالكم، ودعوا معنا الاخوان في التيسير، دعوا معنا في التيسير اللهم يسر. هنا الاخوان الحمد لله يعني الصباح هذا راه صبحات مزيان اللهم يسر. يعني تعمدت ما نحطش الفيديو البارح، ان شاء الله
نرجع مع بالعشيه غادي نحطو. وجمعه مباركه للجميع. يعني كما تشوفوا معنا راه واخا مقوصه شويه مسكينه راه الحمد لله. يعني راه غير العلف كلات شويه ديال العلف بالزايد هو اللي خلى لها هذا المشكل. الله يسخر الجميع.